يعني ايه متلازمه الـ ADHD؟ يعني ايه المتلازمه ديت؟ هي عباره عن ثلاث سلوكيات بيصيبوا الطفل، بيصيبوه لوحده كده، لوحده كده. وقتها يعني هنشرح بالتفصيل الاسباب، بس خلينا الاول نشوف ايه الاعراض. الاعراض بتبقى ثلاث سلوكيات مع الطفل: فرط حركه، هايبر اكتيف. الولد ما شاء الله قاعدين كان احنا في جبلايه قرود، بيتنطط تنطيط غير عادي، ما بيقعدش على كرسي، ما بيعرفش يقعد ثابت، هو ما بيبقاش ثابت غير وقت النوم، هو اصلا ما بينامش، نومه قليل اساسا، احنا فكرنا نديله منوم عشان ينام. الولد ما شاء الله بيتنطط فوق وتحت يمين وشمال، مش عارفين نمسكه من كتر ما هو هايبر اكتيف وعنده فرط حركه، مش عارفين نزور حد، ولما حد بيزورنا بتبقى مشكله كبيره جدا، لانه بيطلع على السفره، بيطلع على الدولاب، بيطلع على النمليه، بيطلع على الثلاجه، بيطلع على كل حاجه، هو ناقص يتشعلق في السقف. شعاره وقدوته في الحياه سبايدر مان والناس اللي بتتنطط على الحيط. الموضوع دوت عامل له مشاكل كبيره جدا. فوق ده كله عنده اندفاعيه كمان. طب ايه الفرق بقى ما بين سلوك فرط الحركه والاندفاعيه؟ الاندفاعيه هو انه بيستجيب للمثير قبل ما يسمعه للاخر. يعني ايه؟ يعني لو جينا نادينا على ابننا وجينا نادينا يا فلان، قبل ما اقول اخر حرف هو بيبقى ابتدى ياخد استجابه، ابتدى يجري. مشكله ان الاستجابه ما بتبقاش في مكانها المظبوط. يعني لو انا بنادي على ابني وانا في المطبخ، هو هيجري يلبس في باب الاوضه، فيحصل ايه؟ يحصل دم واصابات. فالولد اللي بيبقى متشخص ADHD مع الاسف بيبقى عنده يعني مشاكل وجراحه كتير جدا في الشكل الخارجي. يعني لما بتيجي تشوفه تلاقيه عمل حادثه، متخيط غرزتين، مكسور رجله او ايده مرتين ثلاثه، سنانه واقعه، عنده خياطه بقى في اماكن غريبه، يعني جنب العين، جنب الودن، في اماكن غريبه. يعني سبحان من نجاه، اول ما بنلاقي طفل متخيط له مرتين ثلاثه كده، متجبس له مرتين ثلاثه كده، نعرف ان سلوك الاندفاع عنده قوي، مش مظبوط، زيادة عن الطبيعي. المفروض الطبيعي ان انا بنادي عليه فيبتدي يقول لي ايوه يا ماما، ويبتدي يتحرك حركة عادية ويمشي في مساره الطبيعي، مش يلبس في باب الأوضة او في باب الشقة. او تلاقيه مثلا الولد الـ ADHD بيلعب مع اخوه، فبيلعبوا حاجات غريبة، يعني تلاقي ايده مثلا دخلت جوه المفصل بتاع الباب، فتلاقي اصابات بقى في العقل بتاعت الصباع، كسر في اماكن غريبه، تكبيسها صعب، عمليات كتيره بسبب حاله الاندفاعيه الزياده المفرطه اللي الولد بيعاني منها. كمان السلوك الثالث في المتلازمه بتاعت الاي دي اتش دي هو نقص الانتباه او التشتت. الام تيجي تقول او الاب يجي يشكي لنا يقول لنا ايه؟ يقول لنا ان الطفل هو ذكي جدا، احنا عملنا له اختبار IQ، اختبار ذكاء، وتاكدنا ان الولد طبيعي، بالعكس بقى اعلى من الطبيعي كمان، وهقول لكم ليه اعلى من الطبيعي. الولد فعلا ذكي جدا، لكن ما بيقعدش على كتاب نقعد نشرح له ونحفظه ونفهمه، احنا في وادي وهو في وادي، ونقعد طول الاسبوع في اول درس، احنا بنعيد في اول درس، المدرسه كلها ماشيه في حته واحنا ماشيين في حته تانية خالص. تحصيله الدراسي متاخر، ما بيحصلش كتير، هو مركز في اهتمامات تانية. يعني هو الولد حبيبي مركز في اهتمامات تانية، مركز في التنطيط والحركة واللعب مع أصحابه، وإزاي هنطلع فوق الدولاب وننط من فوق الدولاب على فوق التلاجة من غير ما نقع. هو ده دماغه، يعني هو ده اللي شغل تفكيره، هو ده اللي مسيطر على عقله. لكن مسيطر مثلا عقله هنكتب الواجب مثلا، هنحل مسائل مطلوبة مننا في الهومورك، الكلام ده مش في دماغه، يعني مش مسيطر على تفكيره كتير، هو عارفه بس هو مش مسيطر، يعني مش هو ده اللي يشغل باله. يعني لما بنقعد بقى نحفظه نلاقيه بيتوه مننا، لما بنقعد نكلمه في خبرات حياتية، قصة مثلا، يعني أم مثلا تيجي تحكي له قصة طويلة مثلا، تلاقيه مش ملول، مش قادر يقعد، وبيتوه منها كده، يعني بيحملق في السقف، مش مركز معاها، بيحرك في إيده، بيحرك في ضوافره، بيحرك في هدومه، مش قاعد على بعضه كده. يعني انتوا متخيلين شكل الشخصيه اللي احنا بنتكلم عليها؟ عندها نقص انتباه وتشتت عالي جدا، مؤدي لتاخر في التحصيل الدراسي، وتاخر طبعا في الحفظ، لكن مش في الفهم ولا في الادراك، وفي نفس الوقت عنده اندفاعيه عاليه جدا جدا على الاخر، مسببه له مشاكل واصابات كلها دم. يعني اولياء الامور عاده يجوا يشتكوا يقولوا احنا قاعدين في الطوارئ بتاعت المستشفى، احنا والطوارئ خلاص بقينا اصحاب،
بنروح نخيط ونجبس ونكسر طول الوقت، احنا والطوارئ والمستشفى بقينا اصحاب عشان هو عنده الدفاعيه عاليه، وكمان هو عنده فرط حركه عاليه هايبر اكتيف. فتلاقي حتى المدرسه في المدرسه بتشتكي، يعني دايما تكتب كده هو في كراسه المتابعه وفي التقارير للام، الولد مش قاعد على بعضه، انا مش عارفه اشرح الدرس بسبب ان الولد بيتحرك كتير في الفصل، الولد مخلي صحابه اللي في الفصل بيتحركوا زيه لأنه هو كمان مش عارف يقعد في مكانه، بيقولي إن أنا مش عارف أفهمك غير وأنا بتحرك. فولد بالثلاث سلوكيات اللي احنا شرحناهم دول، علماء النفس قالوا إن متلازمة الـ ADHD هي عبارة عن مثلث كده، احنا كنا شرحناها قبل كده في حلقة النسيان ممكن تراجعوها، لكن هنا خاصة بالأطفال تحديداً، الولاد الـ Under Age الصغيرين في مرحلة الطفولة المبكرة أو مرحلة الطفولة المتأخرة تحديداً، عبارة عن مثلث كده بيقيس لنا السلوك. أول ضلع في المثلث هو فرط الحركة Hyperactive، الضلع الثاني هو الاندفاعية، الضلع الثالث هو نقص الانتباه والتشتت. كل ما بيزيد طول ضلع بيقلل مساحة أو طول الأضلاع الأخرى، يعني علماء النفس عايزين يقولوا إن مش بالشرط يكون الثلاث سلوكيات أو اللي موجودة في المتلازمة موجودين بنفس القدر، ممكن يكون سلوك عالي جداً واثنين سلوك أقل منه شوية، أو سلوكيين اتنين سلوك عالي جدا في المعيار عالي جدا وسلوك واحد أقل شوية. بسطلنا يا دكتور، يعني ممكن يكون عنده فرط الحركة زيادة جدا والاندفاعية زيادة جدا لكن نقص الانتباه والتشتت قليل، أو ممكن يكون عنده نقص الانتباه والتشتت عالي جدا والاندفاعية عالية جدا لكن هو مش هايبر أكتيف، هو حركي بس مش فرط حركة بزيادة، يعني حركة في المعقول يعني. فمش بالشرط ان يكون الثلاث سلوكيات زيادة على الاخر، مقبول ان يكون عنده اتنين سلوك هو اللي زيادة وسلوك واحد هو اللي ايه اقل، ووارد ان يكون التلاتة برضو، بس احنا بنتكلم في اصل القاعدة يعني. فديت الاعراض اللي بتبقى موجودة للطفل اللي عنده متلازمة الـ ADHD.